الأسبوع ده في كل حتة في الدنيا الناس ما كانش ليها أي سيرة غير 3 جرائم قتل بشعة وكارثة بيئية بتخليك تكره الجنس البشري كله. أولهم جريمة قتل جورج فلويد على إيد ضابط أبيض اللون والسبب كان لونه وعرقه، وجريمة قتل فيلة أنثى في الهند بغرض التسلية بالألعاب النارية واللي اتضح في الآخر إن هي كانت حامل، وتسريب كميات كبيرة جدا من النفط الروسي في القطب الشمالي، وأخيرا قضية بقالها كام يوم تصدر فيها هاشتاج على تويتر اسمه جاست آيس فور زهرة باختصار طفلة عندها 8 سنين اسمها زهرة شاه من قرية فقيرة في باكستان، وعلشان البنت فقيرة ومعدمة وأهلها كمان فقراء فأهلها نزلوها تشتغل عشان تراعي بنت صغيرة عندها سنة واحدة، هي بنت واحد اسمه حسن الصديقي ومراته اسمها أم كلثوم من الطبقة الغنية في مدينة جنب اسلام اباد. زهرة ما بتشتغلش بفلوس لكن اهلها بعتوها مقابل ان حسن الصديقي يعلمها تعليم محترم، وبالفعل راحت عشان تراعي الطفل الصغير من 4 شهور وعاشت معاهم. زهرة في النهاية طفلة صغيرة كانوا حاطين على عاتقها شغل كبير اكبر من سنها زي التنظيف والطبخ ومراعاة الطفل الى اخره، وكانت شايفة شغلها وما بتشتكيش، لكن هي في النهاية طفلة صغيرة واحلامها كمان صغيرة، فمن ضمن الاعمال اللي كانت موكلة ان هي تعملها ان هي تاكل جوز بغبغانات كان الراجل ومراته شاريين هم وحاطينهم في قفص، والبغبغانات دي كانت غالية وبفلوس كتير، فزهرة زيها زي أي طفلة حست إن البغبغانات محبوسة وحست بحبستهم، فمن رحمة قلبها إن هي فتحت لهم القفص عشان تخرجهم وتأكلهم، إلا إن الطير أول ما بيشم الحرية ما بيقدرش يتخلى عنها، وطبيعته هي طبيعة الحرية، فما صدقوا البغبغانات إن القفص اتفتح فطاروا بره البيت خالص، فالزوجة الشابة أم كلثوم جت لقت القفص مفتوح والبغبغانات مش موجودة، وزهرة واقفة قدام القفص الفاضي، راحت ماسكة البت وفضلت تضرب فيها كأنها بتتخلى مع بلطجي، مش طفلة عندها 8 سنين، فضلت تضرب فيها بعزم ما عندها من غير ذرة رحمة، على الوش والظهر والايد والرجل، مش بس كده ده جوزها حسن بدل ما يجي يحوش ولا يقول دي طفلة ولا حتى يستعوض ربنا، لا ده راح هاجم عليها أكتر ونزل فيها ضرب ومش أي ضرب، بيضرب بهستيريا في كل حتة في جسمها، عذبوها من غير توقف لغاية ما جسم البنت ما قدرش يستحمل، وقطعت النفس بين إيديهم، ولما حسوا إن هي خلاص هتروح جريوا بيها على المستشفى، لكن روحها خلاص سلمت لبارئها علشان تترحم من أسوة البشر، الخبر انتشر مشاهير باكستان ومشاهير العالم كله بيتكلم عن الموضوع ده، والتلفزيون الباكستاني متبني القضيه بشكل كبير جدا، الزوجين اتقبض عليهم وجرى التحقيق معاهم في الحادث، والسبب ان بنت قررت بس ان هي تمنح الفرصه مره تانيه لطاير ان هو يشوف السما اللي اتخلق عشانها، لكن البشر ما سمحوش ان ده يحصل، وكانت النتيجه ان البنت فقدت حياتها بكل قسوه، بعض البشر للاسف في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده بيستحقوا وباء زي الكورونا، اسبوع واحد بس كان كفيل انه يقنعك ان الانسان ما بيرحمش حيوان ولا طفل صغير ولا حتى كوكب ولا حتى حيوان أليف مسالم عايش في طبيعة خالقه في سلام. اللهم إنا نبرأ إليك من كل فعل لا يرضيك ولا طاقة لنا في دفعه وإنكاره، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. آسف جدا طولت عليكم، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.